السلام عليكم احبائي. اقتراح اليوم ان شاء الله غادي يكون دجاج محمر معمر بالقوق والجبن. غادي نحتاجو على بقرة كتيلة بالمقادير. غادي نحتاجو دجاجة تكون مغسولة بشكل جيد. ان شاء الله غادي نحط لكم الرابط ديال طريقتي في غسل الدجاج بواحد طريقة سحرية رائعة جدا، كتخلي الدجاج لذيذ بزاف ولو حتى تيطيب تيبقى بنين بزاف. غادي نحتاجو بالنسبة للمارينات او الخليط اللي غندهنو به الدجاجة من على برا، غادي نحتاجو فيه الخليط ديال الابزار. كاين فيه الابزار الاخضر، الابزار الاول، الابزار الاخضر، الابزار الاحمر، الابزار الاسود، والابزار الابيض. كاين خليط ديال الابزارات هنايا، اللي ما عندهاش وما توفرش ليه يمكن تعمل غير الابزار العادي. عندنا كذلك 50 غرام تقريبا ديال الزبدة، تكون بوماد حرارة المطبخ، ما تكونش دايبة، تكون بوماد. عندنا كذلك صلصة الصوجة، كذلك عندنا جوج ضريسات ديال الثومة محكوكين، وخلاص رشيشة ديال الملح. ونردو البال لأن الصوجة كما تنعرفو تتكون مالحة. هذا بالنسبة للخليط ديال اللي غادي ندهنو به الدجاجة من على برا. بالنسبة للمكونات ديال الحشو أو العمارة، غادي نحتاجو بطبيعة الحال القوق تيبقى على حسب الكبر ديال الدجاجة. بالنسبة للدجاجة اللي استعملت أنا فيها ما بين كيلو ونص، غنحتاجو جوج كيلو جبون القوق أو لارتيشو. غنحتاجو كذلك البصلة كبيرة محكوكة في الحكاكة الغليظة. كذلك عندنا الجبن، بالنسبه لي انا غادي نعمل هذه النوعيه الجبن بالثومه وبالاعشاب المنسمه. بالنسبه للسيده اللي ما توفرش ليها يمكن لا تعمل هذاك الجبن العادي اللي في المغرب، تيكون في بحال هذا ومكتوب بالزرق. اللي ما توفرش ليها ني هذا ني جبن اخر، يمكن لا تعمل غير الفروماج مربعات. بالنسبه لكل دجاجه تاخذ 4 ديال الفروماجات مربعين او 5. كذلك غادي نحتاجو شويه ديال المعدنوس قطع صغير. عندنا الكبده ديال الدجاج، تقريبا في كل دجاجه يمكن نعملو 150 غرام او اقل على حسب. بالنسبه للتوابل خلاص عندنا الابزار اسود العادي، عندنا سكنجبير، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الزيت. هادو هما المقادير. نمروا الطريقه على بركه الله. اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها هي الماريناد ولا التقليد اللي غنقدو فيها الدجاجه. الاحسن نعملوها هي الاولى باش تبقى تشرب اكثر فتره ممكنه. كيف ما قلنا عندنا تقريبا 50 غرام ديال الزبده، عندنا الابزار الملون، وعندنا الصوجه وضريس ديال الثوم. بالنسبه لي ما غاديش نعمل الملحه، يعني غنكتفي ب اسمو بالصوجه اللي كتكون مالحه. نبداو على بركه الله. غادي نحطو الزبده، الزبده تكون بوماد. غادي نضيفو ثومة محكوكة، وعندنا البزار الملون، وعندنا صلصة الصوجة. غادي ندهن الدجاجة كاملة بها بهاد الصلصة من الداخل ومن الخارج. نحاولو نخشيو حتى الزبدة ما بين الجلدة والحلمة.
غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح في الثلاجه باش تشرب لينا الصلصه اللي عملنا ليها. ونمروا الان للمرحله ديال تحضير الحشوه. بالنسبه للكبده ديالنا غادي نبوشوها بشويه ديال الماء، غادي نحطو في كاسرونه عاديه ونضيفو لها الماء. ونعملو فيه الكبده ديالنا تقريبا شي جوج دقائق او ثلاثه، ونزولوا لها الماء ديالها ونسقطروها ونضيفوها في الشحار. نمروا للمرحله ديال تشحار الخضر. القوق كسرتو قطعتو دي لاميل هكا، البصله محكوكه عندنا، عندنا المعدنوس، ابزار، الملح، الزنجبيل، الزيت. بالنسبه للكبده ملي بوشيتها في المغنيه قطعتها مربعات بهذا الشكل. غادي نقطو مقله عاديه غادي نعملو فيها شويه ديال الزيت، زيت المائدة أو زيت الزيتون. غادي نضيفو ليها البصلة والقوق، الكبدة، المعدنوس، مليحة، شويه ديال السكنجبير، والإبزار. غادي نعملو هاد المكونات كاملة غادي نعملوها على نار مهيلة حتى تشحر وتبخر الماء اللي في البصلة باش ما يطلقش لينا الدجاج، ونخليوها تبرد ونعملو بها الدجاجة. من بعد ما شحرنا الحشوة ديالنا وخليناها بردات، الآن غادي نضيفو ليها الجبن. كيف ما قلت يمكن تبلو بالفرماج المربع، نحاول نجمعو نخلطو مزيان باش ينسجم مع الحشوة. الدجاجة ما تمارينات، وغادي نحاولو نعمروها بهاد الحشوة. غادي نحاول نغلف ليها جنيوحاتها لي كيبدو بهاد الطريقة باش يبقاو قاطين راسهم. Thank you.
وكذلك اللي بغات تخيطها يمكن ليها تخيطها. انا غادي نحاول نجمع غير الكيرفون. والان مبقى لي اني نغلفها بالورق الغذائي ونعمل فوق منه ورق القصدير او ورق الالومنيوم وندخلها للفرن، وملي تقرب نحس بها طابت نعرض عليها باش يتحمر الوجه ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب لينا الدجاجه. الدجاجه ديالنا اصبحت جاهزه من بعد ما عريت عليها ورق الطبخ ورق الالومنيوم وخليتها تحمرت شويه. بالنسبه للتزيين تيبقى على حسب رغبه كل سيده. بالنسبه لي انا اختاريت نزينها بالفرماج بما ان فيها الجبن بحال بتيت رابيب. انا استعملت الجبن ديال ميمولات. بالنسبه للسيدات اللي ما توفرش ليها يمكن لها تعمل جبن برغر ديال ساندويتش وتقطع بلون بورتوبيات. بالنسبه للقطعات اللي عملت انا عملت هذه ديال الصفه هي اللي عملت بها هادو في القلب ديال الدجاجة، وعملت هادي ديال الوريضة هي اللي عملت بها الوريضات اللي في خيضة ديال الجير. كذلك زينت بليبي ديال الموتزاريلا ولا كويرات صغار ديال الموتزاريلا، عملتهم في السلطة وعملتهم في الجوف ديال الدجاجة. كذلك زينت بقطع ديال السوريمي مع الموتزاريلا كويرات مع الزيتون الأسود. بالنسبة للصلصة اللي شافت لي من الدجاجة لان الدجاج تيطلق الماء الطبيعي ديالو، خديتها وضفت ليها القليل من القشده الطريه وعملتها هكا في ديبتي فيغون في جناب ديال الدجاجه، وفرشت ليها سلطه كيف ما تشوفوا متنوعه، فيها الروكيت، فيها خس فريزي، فيها خيزو غابي كما تشوفوا معايا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها خصوصا لوليداتكم لانها بنينه تجي لذيذه. تتمنى اللي عجبته الوصفه ما يبخلش عليا بزر جيم. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب ابوني اشتراك لي مازال ما اشتركتش في القناه باش يتوصل ديما بالجديد ديالي. وشكرا لمشاهدتكم حلقه اليوم وشكرا لتعليقاتكم طيبه. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الوصفه صفحتكم على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على الفيسبوك باش تعمل الفائده. وكنشكركم مره اخرى ونتلاقاو ان شاء الله في شيوه جديده من شيوه لالا بوتين.